لحمي جميل جميل اللحم، لحمي جميل جميل جميل. تفضل. شو هاد؟ كأنه ريحت شوي. اي والله ليك الدخان. اسعول لشوف. كأنه ريح الدخان. هذا كله من السجاير اللي كنت عم تدخنها. لك شعو الدخان طالع من فوق. العمى شو هاد؟ ليك بدي طالع دخنة من طاقة التكييف. ايو عندي كمان. خبر الصيانة بسرعة ليكون في حرية بغرفة مكيفات. حاضر. والدهن جميل جميل الدهن، الدهن جميل جميل جميل، الدهن جميل جميل. هذا الدخان أسر على الرئة. شو عم تعمل هون؟ عم نحلل اللحمة يعني مشان البروتينات. شحني شحني. عمى وين اختفى؟ ليكو ليكو اخي. اذا سأل عني المدير العام قل له مالي راجع شني، تعاقدت مع اطباء بلا حدود. حاضر. يا اخ يا اخ امر مين الجناب حتى اذا سأل عنا؟ لانه ما بنعرفه غير عريف مع مين عم تحكي. قل له الدكتور غوار بورد. حاضر دكتور. شكرا شكرا. تضرب لي الوش مثل الراشيته. الحمد لله ان شاء الله دايمه. شو ان شاء الله دايمه؟ إيه ما اكلتي شيء؟ يي صدقيني اكلت من كل شيء. انت يلي صار لك ساعه قاعده وعم تصفني فينا مثل الراقو. والله شوي تاني رح نبطل نكمل عشانها. الله يسامحك. بتعرفي اني بتطبخ تشبع من النقوه. هيك بصير مع امي لدوق ملحك ولدوق فلفل. ايه دايما خالي دايما مرت خالي. الف صحه تقبرني ياسمين دايما. صحتين. ان شاء الله فيها الف صحه وعافيه. انت ما اكلت شيء، هات لي اسكب لك صحن لبن. لا لا مرت خالي انا اكلت منها اول شيء واخر شيء قد ما حبيتها. ايه طبخ ياسمين. ايه ما شاء الله صارت تعرف تكبكي. ايه لك اسم الله حولها وحواليها. ايه احسن مني وانا كنت لحلحي. احكي لك كلمه.
كل ابن عمتي. كفاء الله. الله يسلم دياتك على هاللبنية ما أطيبة. الملعونة نفس الظريف على الطبخ. يلا بابا جيبونا الفواكه. كمان فواكه؟ ايه مش واجبكم. يكبر واجبك يا حبيبي. ولك اختي ما بدكن عزيمة، ابقوا تعوا بدون عزيمة. لك اخي انا وفطينة دايما منطل على مرتخي قبل الظهر، بس عشية منقول لحالنا خطي، بيكون اخي تعبان الوقفة طول النهار ورا صحن الحموض. ستي مو ضروري على العشاء، تعوا على الغداء. لك ايه ما منشوفك، بتكون انت بالمطعم وتحسين بالدكان. خالي ايه اجى عرفان حسن حط بيته عنا، قال بده يبيعه لانه بده ينتقل. قليل ليلاقي راغب لانه داخل السور، لو كان خارج السور بيجوز يلاقي له راغب. ليش شو الفرق خالي؟ لانه داخل السور ما بيتنظم، بينما لو كان خارج السور كل مده ومده بتطلع ريحه تنظيم، بيسمعوا فيها وهم بيطمعوا بترد بتهمد. ها لسه بتقولي لي تلحلحي؟ شو يعني بدك يعني ام رؤوس؟ قولي تغني احكي لك كلمه. حكيت ايو كل ابن عمتي قال حكت. يعني شو بدي احكي غير هيك؟ قولي بتحكي على بلد يعني الوحده بهيك حاله تتلبك، يعني يمكن لو ما كنت عرفانه كان احسن. اعملي حالك مو عرفانه صعبه يعني. هلا شو رايك انت؟ شو رايك انا؟ اقول ايه لانه اخوكي يقمر قلبي من شو بيشكي. والله يا فطينه مو عرفانه حالي، بدي ولا ما بدي. ايه خرستي ولي بدك. ايه شو الشغله هيك؟ طب غم لك عن شلون غمطه. هلا انتي ما بتعرفي تحكي لك كلمتين جد على بعضهم؟ ايه لا تزعلي، شغله مو طب غم منيحه. تحسين عرفان؟ ما قلنا له لنعرف رايك فيه بالاول مشان ما ينصدم صدمه جديده يقبر قلبي ما بيتحمل. أكيد بلاقي حدا هني. طبعاً عم يستنوك. المهم بتدق الباب دقتين ودقة، لما بيرد عليك بتقوله ثلاثة على ثلاثة. وشو يعني؟ هاي كلمة السر، بيعرف إنك مبعوث من قبلنا وبيعطيك الصناديق. وكم صندوق؟ 22 صندوق، بتحملهم وبتجيبهم لهون قبل طلوع الضو. أبشر. وينك؟ على مهلك بالرجعة، ما بدنا مخالفات ومشاكل تخرب بيتنا. ها قول الله. فروض صادفتكم دورية، لا تشاكل معهم، شو ما قالوا لك قلن أمركم، وإذا انزنقت دفع. المهم تصل الصناديق لهون ولا من شاف ولا من دري. دعينا مهوني. وياها بالمطبخ ما وتوتوا؟ ليش بتعرفيني بوتوت؟ ما حدا غيرك بوتوت؟ احيانا ايه بوتوت. المهم بدها ولا ما بدها؟ 50% بدها و50% ما بدها، بس ال 50% يلي بدها طابشه. لك فهميني بالمشرمحي. وطي صوتك هلا بيسمع العريس. يلي فهمتي منها بدها ولا ما بدها؟ قلكن ما بدي بكون عم كذب، وقلكن بدي بكون لسه مو عرفانة حالي. لك بنتي بتحبيه؟ حمري ما فكرت بهالطريقة. بتكرهيه؟ لا يو ابن عمتي شلون بدي اكرهه؟ ممكن تحكي لنا بصراحة أكتر من شان يا نكمل بهالخطوة يا لا؟ والله ما بعرف، مثل ما بدكم. شفت؟ ما بتخرج عشور أبوها تقبرني إن شاء الله. شوفي يا بي، أنا ما ممكن أغصبك على شيء أبداً، بس معه منطمن عليكي أكتر، هم ابن عمتك وهم عايش تحت جناحنا، يعني إذا خربط منفك لأدنه، بس الغريب بجوز ما نقدر عليه. ليش في غريب؟ عم نحكي. فكري على مهلك يا بي. مياد فاتي عاد فاتي. فتح الباب.
ليه ثلاثة هون؟ من الشام. هلا بدي افهم ليش ثلاثة على ثلاثة مو أربعة على أربعة؟ شو طالعك على السيارة؟ نعس. شوفي بيسنة دي. اوعى المعلم قال ما بده مشاكل ابدا. ما بتقدروا تصرفوني، شنو زملائي عم يستنوني لارجع ومعهم رقم السياره كمان. بده يكون اخباريه. هيك بده يكون. اصبح روض عليه وبركي استشراف. جرب، اذا استشراف بنلاقي له حل ثانيه. في المعلم قايم لك ال 500 ليره. اوف لشوك للقد لعمش سروي هدول. اي ما بتقدر عليك. لا اخي انا بكفيني 100 ليره سيك. يا ريت كل الدوريات هيك. بقول 500 مشان يخرس نهائي. علي الطلاق ال 500 لك. اذا حلفت بالطلاق مشان تطلق مرتك وتخلص منها لارفضهم واخدمك. اعوذ بالله، باين عليك كريم والمعلم بيحب الكرام. معوضين ان شاء الله. على شرطها بدك توصلني على الشام. براسي بوصله. وإذا مستعجل هلا باخذ لها تاكسي. شو تاخذ له تاكسي؟ خليه معك أما بركي طلع لك دوري على الطريق. ما بيهمك، كافحها معك. مزبوط. حملوا الحوت. ها الحوت. ها الحوت. ها شو عم تعملوا انت يا ولا؟ عم ننتخب زعيم للقاوش. تضرب وشو سريع. الحوت سجلت. سجلت. الحوت سجلت. سجلت. ورقة فاضية. شو يعني؟ يعني هذا ما بده حدا. بلا بدي الحوت ابو عنتر الحوت. وليش ما كتبت الحوت؟ ايه ما بعرف اكتب. كنت له المراقب الصندوق كان كتب لك اياها. بتبطل الشغلة سرية. حط الحوت. الورقة الأخيرة. الحوت سجلت. سجلت. أرجيني شوف شو مكتوب كمان. مكتوب الحوت الحوت الحوت. سجل ثلاث أصوات. ما بصير معلم، أصول الانتخاب لما بيكون ورقة عليها اسم مكرر بتاخد مرة واحدة. أنا أصول هاد واحد بده ياني ثلاث مرات بسجله مرة. سجل عندك ثلاث حيتان. شفنا النتيجة. عدد المقترعين 13، عدد الموافقين 15. مبروك زعيم. عاش الحوت ابو عنتر الحوت. عاش 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 عاش. لحظة شوفني النسبة المئوية. شو بدك تعيدنا الانتخاب معلش؟ على هوا النسبة. قصرنا عايدينه خمس مرات. يا استلم وخلصنا، يا خلي غيرك يستلم. نسبة النجاح 110%. حلو، ما حدا سبقني عليها. هلا قولوا عاش. عاش الحوت ابو عنتر الحوت. عاش عاش عاش. والله مشتاق لك يا راميس. اللي بيشتاق للتاني بيجي لعنده. والله انا لو بعرف وينك لاجي لعندك كل يوم. المهم طمني هلا على ايدك. شوف امتى فكوا لك الجبصي؟ امبارح. ولسه عم تجعك؟ لا الحمد لله. اعمل هيك لشوف. لكن ليش رافضها؟ دكتور قال لي خليها مرتاحه. والرزق كيف؟ الحمد لله مستوره. راميس ليش ما بتروح بتبيع بحارة الأكابر تربح أكتر؟ شني جربتها أنا هون أقرب لي على البيت. حارة الأكابر بعيدة علي، بدي ساعة روحة وساعة رجعة، بدرس فيهم أحسن. بقى هون شو ما أجانا من الله نعمة كريم. تعرف إنه هالكريم بعت لي رسمال ورح أبلش أشتغل، مشان هيك يعني بجوز يعني بجوز طول لأرجع أشوفك مرة تانية. وشو رح تشتغل؟ بيع جوال يا الجبال. ليش؟ عمل عرباي مثلي وبسط جنبي منضل سوا. ما بعرف عيش غير سواح مثل اللي هربان من شي. نقي لك ولا تنقي لحالك؟ لا بدي نقي على كيفي. شنو معي 500 ليرة صار. شوف رامز
عمري ما شفت هالشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. زين هيدا يشوف قديش بده يطلع حقه. هلا بنشوف على الآلة الحاسبة. يلا احسبها. لا والله ما بتاكلها غير مقشرة. تعرف راميز، لما شفتك وتعرفت عليك حسيت قديش الحياة حلوة. بس نفهمها. خصوصي إذا كان الواحد حط لحاله يعني هدف مثلك هيك وحاول يصله. وين الحياة حلوة بس نفهمها. أمك مرت خالك استنسبوا الموضوع. بقى هلا بدي أسمع رأيك. مني هاي خالي؟ مني هاي؟ يا سيدي قريبة منك وبعيدة عنك، يعني واقفه قدامك وما لك شايفة. شو الحزيرة هي خالي؟ عجزت أنا عجزت. بنت خالك ياسمين. مرحبا سيد تحسين. أهلين. صار شي معنا؟ لا أخي ما صار شي. طيب سلام عليكم. وعليكم السلام. مين الأخ؟ واحد عنده أوضة لك مهرية هري بده يأجرها. اللي لشوف شو رأيك فيها؟ خالي ما بتسوى، جرباني ما بتسوى. لا يا خال، شو جرباني؟ معقول؟ شو شفت عنها حتى تقول ما بتسوى؟ شفتها خالي، مهرمشة ومهرية كتير، يا دوب بالمعجونة والدهان ليلتقالها راغب. لك أشو شايفة معروضة بالطرقات لحتى تقول راغب ما راغب؟ وبعدين ما بتشوف شمس؟ لك طبعاً طول نهار بالبيت، لا طلعة ولا فوتي. ثم مين بده يدفع 25؟ ولك يا خال، لحنا لا طلبنا لا حلال ولا حرام. بعدين يا خالي هي ما بياخدها إلا واحد مقطوع. ها مقطوع ما عنده أوضة يتقوى فيها ليبل ياخدها. ولك يا خال، لحنا بعمرنا ما فكرنا نجيب سهر بيت. ليش خالي انتو عندكم أوضة بتكون تأجروها؟ ولك انت شو عم تخبص؟ عن شو عم تحكي؟ عن أوضة. أنا أوضة؟ أوضة الزبون اللي سألتني عنه هلا. ولك أنا عم بحكي عن بنت خالك ياسمين. هذا الحديث قبل ما يجي الزبون. الله يصلحك يا تحسين، كنت رح تخليني ازعل منك. لا خالي كل شيء إلا زعلك. وبيقولوا الزواج نص الدين، والإنسان لازم يكمل نص دينه. أنا كملته مرتين، خايف تنعاد الكرة. ليش لتنعاد إذا الزوجين من مستوى بعضهم ومتفاهمين على الحلوة والمرة؟ خايف يكون في فرق بالأديولوجيا فبينشو عنها خناق. هاي شنو؟ أنا إلي أديولوجيتي الخاصة. بنت خالي شو أديولوجيتها؟ لسه ما جبنا لل... شو ها؟ أديولوجيا خالي، أديولوجيا. إيه ما نجبلها مو مشكلة. على كل حال هي بنتي وإنت مثل ابني. وعز خالي. والمثل بيقول قبل ما تشتري عروس لابنك اشتري عريس لبنتك. بصراحة خالي أنا لقطة. ايه ايه فردة ما لأخت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. منلاقي عندكم حمار خرج دعك؟ هاي الحمير قدامك، تفضل لقي. وشو الأسعار يعني؟ كل حمار وله سعره. أنا معي حماري بدي بيعه. نعم. واختلفنا أنا والمعلم على السعر. إذا سعرك بيناسبني ببيعك إياه. بديش دك تبيع؟ هلا أنت بدك تشتري من الأخ وخليك معي. أخي وينه؟ روح هاي الحمير قدامك نقي. شو رح تفتح لي سوق حمير لحالك؟ لكن هذا سعر اللي عم تعطينا إياه. أعطيتك أحسن سعر بألعن حمار. وعلى شو ألعن حمار؟ أولاً رجليه فكح. شو فكحون؟ معلوم قدمو هالكيلو بالحمولة. لك دخلك دخلك وين كنت عم بتشغل حمارك؟ بالمطحنة. آها من هيك ظهره مقويس. ظهره مقويس من شغل المطحنة؟ معلوم حمير الحمولة بتلاقي ظهره جالس، لأنه حمار الحمولة بودي حمولة وبرجع فاضي. أما حمار المطحنة بتلاقيه رايح جاي محمل، بودي كيس قمح وبرجع بكيس طحين. نهايته قديش بدك تعطينا فيه قبل ما تحط فيه علة جديدة؟ بسوى 70 وراح أعطيك فيه 75. خاف الله يا رجال. لا إله إلا الله. وينك أخي؟ إذا انباع معي ب80 بكون ربحت عليه 5 ورقات، ولا تسامحني بأكتر من هيك. يا عمي بسوى أكتر من 100. شو هو أطنبيل؟ منسأل الأخ خليه تمنه، باين عليه صاحب خبرة بالحمير. يا أخ. نعم.
سلامتك أخي. وينه؟ هلأ اتركني من الأخ، أنا صاحب خبر أكتر منه، أنا تاجر حمير أباً عن جد. وينه؟ رح أدفع لك 80 ليرة، يا أما بتقبض وبتدشره، يا أما بتسحب الرسل وبتحل. يا أخ. نعم. ما حدا حكى معك. إيه سيدي. يا أخ. نعم نعم. لك أخي شو قصتك أنت؟ ما حدا حكى معك، خلينا نكمل البزرة بقى. يا أخ، أنا هون عم حاكيك. مين؟ الداعي يلي حطيت إيدك على ظهره هلأ. إيه أنا، اشتريني إلي، أنا حمار بعجبك. حمار وبتحكي؟ كل الحمير بتحكي، بس أنتو ما بتفهموا عليهم لأنكم بني آدمين أجلك. طيب شو اللي خلاك تنقيني من بين الشرايا اللي تحكي معي؟ لأني شفتك آدمي وابن أكابر. لا معناتها أنت حمار رسمي. لكان تقليد. روح روح اسأله قديش دي بيعني. روح لك روح. تفضل. معوضين. الله يعوض عليك. اخي قديش حقه هذا الاخ اللي هنيك؟ أنو اخ اخي؟ هذا الحمار الاسود الكبير. اي وين عملت لي الاخ؟ هذا خصمه 200 ليره سوري. ومن هون لهو شو بدي اقول لك؟ يعني انا شاريه 190 ليره، يعني مربحي منك 10 ورقات. حطيت له علف من على بكره بليره، يعني صفى مربحي منك 9 ورقات. طيب طيب لحظه لحتى شاور. بديش قلك؟ قال بده حقك 200 ليرة. الله لا يوفقه. لك اشتراني ب90، ومن على بكرة واقف بطقة الشمس ما سقاني دمعة مي ولا هناني بجرزة فصة. شو أمرت؟ غالي. بس هذا حمار سعره معه. وينك؟ لا تدفع أكتر من 100. ب100 بيمشي الحال؟ الله يسهل لك. طيب نهايته؟ أقل من 200 ليرة ما بتاخده، ب199 ما ببيع. ما رضي. اصبح احمل حالك وامشي، هو بينادي لك. ايه. اعتمدت ولا لا؟ الله يجبر. لحظة، يعني بقديش بدك اياه؟ شو بقديش بدي اياه؟ باين عليك ما بدك تبيع. احكي لك كلمة. ما خليت للحكي مطرح، طالما عم تقول انه 199 ما بتبيع. أخي هذا خصمه ب175 ليرة. لا تدفع. الله يجبر. ليش أنت قديش مصرياتك؟ 100 ليرة. لا لا لا، الفرق كتير كبير بيناتنا. أخي نقسم البيدر بالنص، خليها ب150 ليرة. 100 دور على غيرنا. قوي قلبك وامشي. لوين رايح؟ دور على غيرك. أخي ما بدي عزبك هالحرائي، خليه ب125 ليرة والرسن إلك. 100 الله يبارك لك. أخ خلصنا منه، يخرب بيت وشو بخيل. صحك تتكبكب أمي. ها أمي الله يخليكي، خدي ضيفي عني والله مستحية. وتضربي شوش حياة. يلا روحي. أنا؟ لا يمكن اخرج عن شورك وشور امي. لك الا شو التحفظ؟ التحفظ انه لحظة. تفضل ابن عمتي. اعوذ بالله، الخال اول. تفضل خالي تفضل. لا يمكن خالي، العين لا تعلو عن الحاجة. لك ليش ما سويتولنا الشاي بدل القهوة حتى ما نقلب الليل؟ اعمل لكم شاي؟ مشي الحال هلا، ما بدنا نعذبك. عذابك راحة ابن عمتي. ايه خال، هات ما عندك. خالي انا بدي اقول التحفظ تبعي، بس خايف يتفسر كلامي على غير ايديولوجيا. اذا الكلام ما له الا تفسير واحد، ليش لا يتفسر على غير ايديولوجيا؟ الحقيقة انا اتكلت على الله. ونعم الاتكال. بس المشكلة العالم. شو بن العالم؟ بكرة بيقولوا جوز بنته لواحد أجير عنده. أمي حلوة بحق بنت خالي، يعني مو من قيمة واحد بمركزي. ومين قال إنه أنت أجير؟ ما أنت شريك النص بالنص.
مو هذا القصد خالي، مو هذا القصد. هلا انا ليش خربت جوازتي الاولانيه؟ لاني كنت اجير، يعني ما كان في تكافؤ اجتماعي. ثانيا ما كان في تكافؤ ايديولوجي. حتى تكون الحياة مظبوطة لازم الزواج يكون شراكة بين الرجل والمرأة. طبعا المفروض هيك. انت قلتها خالي. هلا شراكتنا بتصير بالحكي وبس. خليني اقرب لك اياها. هلا انا اذا بدي اخذ بنت خالي زوجة الي، بتقبل انت بدون ما يكون في وراء وشهود تثبت شراكتنا الزوجية؟ اعوذ بالله، هذا ما بصير بنا. شفت خالي، وشراكتنا انا وياك مو ثابتة. ليش؟ لانه ما في وراء. وبعدين انا بدي ضل بعين العالم اجير يعني؟ وكما اسفت لكم، مو حلوه بحق بنت خالي. هاي مو مشكله خالي، بكره بنعمل اوراق ومنثبت شراكتنا عند المحامي والشغله محصله بعضها. شو ابن اختي وشو صهري. بعطيك علبتين راحه كمان، لانه بالضياء بحبوا كثير الراحه مع البسكوت. ها هات. تفضل. يسلموا. على عيني. يا رب. لا تشتري بضاعة بكل المصاري اللي معك، خلي لي حق صندويشة شعير. لا تخاف، لسه بزيد معنا شي 100 ليرة. هلا بتبع زقون. ما في بالعادة. كم صنف أخذت من عندي؟ خدت بدك تقول لهم يا مختص. ستة. وهي فاتورة بست نفدات، جمعا يكون 124 ورقة. اوف. بس بدك تراعينا، شنو يعني انا بدي اتعيش منهم بالسوق؟ كلهم راعونا على سبيل التسجيع يعني. الله وكيلك، حسبت لك ياهن بسعر الجملة لانك متعيش. بتحب الشاي بمعلقة سكر ولا بمعلقتين؟ بلا الشاي هلا يا اخونا، هلا بيروح علينا النهار. عجل لك شوي. طول بالك، ما بدنا نحاسبه للرجال. نعم. عفوا، ما عم احكي معك، عم احكي مع حالي يعني. عم بحسب هيك انا وحالي انه قديش بدي بيع الارباح. هلا مثلا علبه البسكوت قديش حسبت لنا اياها؟ انا بالمفرع عم بيعها ب 15 ورقه، ولك حسبت لك اياها ب 13. ايوه. والنوقه؟ النوقه عم بيع الحبه بفرنك، لك حسبت لك اياها ب 4 قروش. اللي بقصده يعني من بعد امرك اذا بتريد تعملنا حبة بركة. يعني جملة وحبة بركة؟ يعني بدك هيك حسبنا يا أخي من جملة تجار السوق. الله وكيلك، بيفوتوا لعندي التجار ما بيقولوا لي بقديش، ومع ذلك تكرم عينا، رح حلق لك يا هون على 120 ورقة، وهي بلا 4 أوراق. كتر خيرك. تفضل، هي 100، هي 10، هي 10. معوضين. ادعي لنا الله يجبر. والشاي؟ بدك تسمح لنا فيش، اني انا ما بحب الشاي. الله يجبر عنك بجاه واحد احد. انت ما بتحب الشاي؟ بلا بحبه. لك ليش قلت له ما بحب الشاي؟ قل له مستعجل وخلصنا. هلا انت شو فرقت معك دخلك؟ ما بحب الكذب. فظاعة انتو البشر، شو الكذب بدمكم. اوقات الواحد بيضطر يعني. ما لازم يضطر للكذب، كلمة الصدق لازم تطلع من التم مثل الرفسة. تع. قصدي ان الواحد اوقات بيضطر يساير يعني. يساير بالكذب؟ تعرف قولتك ما بحب الشاي مثل اذا انا قلت ما بحب الشعير. الله الله يخليك، بلا فلسفاتك شرك. ما قلت لي امين دلك على المحل؟ رحت على البيت ما دلوني غير بصعوبه يا رجل، ولو ما قلت لهم اني مسافر ما كان بدهم يدلوني. مزبوط، شنو امي ما بدها الاوبه منوب. الله يسامحها. شو هذا لك تحسين؟ ما شاء الله، وكان شايف محل مثل العاده يعني، وكراسي وطاوله متصنبع وراها وتليفون. تعرف لك يا ابو الغور، هذا لزوم الشغل. شنو انا شغلي بده اتصالات كتير. لك يا ولد وين القهوه؟ مو قلت انه بعته مشوار؟ شايف لك يا ابو الغور شو عم بنسى؟ كنت انا عمت غريت لك اياها، بس ما بقدر اترك من جنب التليفون، بركي رن هلا. خش اخي تحسين معي، رن التليفون. شنو مقطوع شحو؟
شو كان مبين من عنده؟ اي نسي تحاش هذا الشريط تحت الطاولة او بالدرج حتى ما حدا يشوفه. تعرف لك يا ابو الغور شغلنا هيك بده يعني على بندب، شنو الناس بتحب المظاهر. على كل حال يعني لا تشغل بالك بهالموضوع، انا ما بحب القهوة. ويعني متأمل خير من هالتجارة؟ والله اخي تحسين يعني طالما في سماء الى رب كريم الانسان بيسعى. يا رجل غيرنا اصغر منا وام يسعوا. بس لو كان لك يا اخي غوار بتأجل سفرك ولنا يومين بس لتحضر عرسي. انت بتعرف اخي تحسين انا قديش فرحان بعرسك، بس اكيد لو بقدر ما بقصر لانه حزمت امري. خلص خليني اتكل على رب العالمين. اوعى تقطعنا بعيد الصداقه. معقوله يا رجل؟ لو كنت باخر الدنيا بترك وبيجي انا مشان عيد الصداقه، ليش شوفي عنا غيره؟ ان شاء الله لكان مهونه. وبس هي عم بقول لك يا ابو الغور صرت تعرف المحل، شنو نحن لبعضنا، شو بيلزمك تعال عندي؟ كتر خيرك اخي تحسين. ودخلك يعني شو نوع التجاره اللي بدك تشتغل فيها؟ يعني اشتريت شويه وضايع هيك اشكال الوان وقلت لحالي بطلع بسرح فيها بهالضياع. بدك تحمل البضاعه كلها على ظهرها؟ لا شو على ظهري، اشتريت حمار. تعال 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 اعرفه عليك. تعال تحسين شحوك يا اخي. لك شو هاد لك يا ابو الخور، كثير شيء ظريف. ان شاء الله مبروك. الله يبارك فيك اخي تحسين، وان شاء الله منه لاكبر. كثير شكرا. يلا خاطرك شنو بدي لحق روح ودي ابو عنتر كمان. بس اوعى تنسى عيد الصداقه. ها لا يا رجل انا ما بنتسى بنوم. يلا الله معك. شكرا. يلا حبيبي امشي. لحظه، من وين الحمار اللي بوسته؟ هذا رفيقي تحسي. مرحبا. اهلين ابو مهدي. شو وينه ابو عنتر؟ بالحبس. سته عطتكن عمره. شو هالحكي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لسا مبارح كنت عنده وما كان بهالشي واليوم صار بهالشي. الأعمار بيد الله. هاي مقطوعة وما لها حدا غيركم. تعالوا شوفوا شلون بدكم تطالعوها. السلام عليكم. معناتها صار لازم أجل سفري أنا لبعض الظهر أخي تحسين. مشي نشوف شو بدنا نعمل. أخي غوار أنا بتعذرني شني ما بقدر، اليوم بالذات عندي مواعيد كتير، إذا صار معي وقت وفضيت بلحقكم على الدفن. ماشي الحال، بس دخيل عينك معليش يعني إذا ربطت الحمار جنبك مشان دير بالك عليه. ربطه وين ما بدك. شكرا. بحرصتك قدام رفيقي هون لأنه مضطرين نأجل سفرنا لبعض الظهر لأنه صار عنا حادث أليم. لكان اربطني بعيد حتى ما يصير خربطة بيني وبين رفيقك هذا. لك وقت صوتك اسمع. تعال خوش، انا من اول ما شفت الشريطه السوداء على طربوشه شميت ريحه موتي. الله يرحمك يا ستي. الله يرحمها ويحسن اليها. موتك في جي كتران شو؟ منا 90 سنة راحت خطف صبية أول نضوجة لسه. وإمتى عطتنا عمرها؟ اليوم الصبح وهي جيتي من الدفن. يا ريتني أنا طلعت ودعتها. جيت أنا جيت لهون مشان أطلب لك إذن من مدير السجن مشان تطلع يعني تشارك بالدفن وترجع. ما كان يوافق. ليش ما كان يوافق؟ ايه قال انه ممنوع السجين يطلع من الحبس قبل ما تخلص محكوميته. ها وليش سمحوا لهم بمسلسل المحكوم؟ ايه خيار وفقوس اخي المسلسلات صايره. شلون ماتت؟ هذا يا سيدي انا مبارح اخذت لها بايدي كيلو تفاح ورحت لحتى ودعها لقيتها متسطحة وما بهالشي الحمد لله. أوخ أوخ عال عال. ايوه قمت استلا النبض تبعها طلع مزبوط 240 على التمام. أوخ عال عال. بعد شوي
قالت لي زكاتك يا ابو الغور، ناولني شي كاسه مي مشان اشرب الحبه. ناولتها وشربتها. اوه عال عال عال. بعد شوي الحمد لله غفيت، قمت انا هيك طمنت عليها ومشيت. اخ عال عال طمنتني. تعري مدري ليش قبل شوي قمطني قلبي. اليوم الصبح بقى رحت لعند تحسين مشان ودعه، وبعدين بدي امرق لعنده مشان ودعه، ولا اجانا الخبر انه عطتك عمره. الله يرحمك يا ستي. كأني سمعت انك رحت لحتى تودعها. ليش انت مسافر؟ اي والله يا ابو عنتر، شني تركت مهنه الطب وحاشتغل بالاعمال الحره هلا. اي بس الاعمال الحره بدها راس مال. دبرت راس مال، شني القيت القبض على عصابه تهريب. اخس، عم تشتغل مع الشرطه؟ لا لك ابو عنتر، معقوله شغل خاص يعني والشغله ما وصلت للشرطه؟ بدك تقول يعني مثل ليله عمل طوعي. بعدين لايش لتشتغل بالاعمال الحره؟ عمل لك مشكل وتعال عندي على الحبس. شنو انا بدي وزير صحه للحكم الذاتي. بصراحه اخي ابو عنتر داخلي من مهنه الطب، لذلك نويت اطلع اسرح بهالجبال. هلا قيمك مني انت كيف؟ انا مرتاح كثير بالحكم الذاتي. ايه، وهلا ما رح بطلع من هون غير العيد الجاي تبع الصداقة. طيب بدي افهم يعني شو عاجبك انت بهذا الحكم الذاتي؟ اخي حلو الواحد يطلع على العالم من فوق. ايوه ايه، من فوق هيك يطلع على العالم. بعدين يعني خوش انا كنت عم بطلع مشان ايش؟ مشان عيد الصداقة ومشان ستي. تمام. هلا ما صفي لي غير عيد الصداقة. هلا قيمك مني انت كيف؟ يا ابو عنتر صارت لك معي شغلة بتحط الأعل بالكف، بس يعني خايف أحكي لك إياها وما تصدقني. باطل؟ لا يا أبو الغور، ليش إمتى أنا كنت كذبك؟ شو هي الشغلة؟ هذا يا سيدي لك أكيد ما حتصدقني، شنو أنا ذات نفسي كل ما أفكر فيها ما بصدقني. إيه أنت لا تصدقك، أنا بصدقك، أحكي لي لشوف. يعني إذا حكيت لك إياها ما بتفتكرني أجذاب؟ باطل؟ شو انت تحسين؟ هذا يا سيدي اشتريت حمار مشان اسرح فيه بالجبال. لو كان بيش بدك تسرح؟ مو هون الرواية اخي ابو عنتر، الرواية انه هذا الحمار طلع بيحكي. ايه شو فيها؟ في كتير حمير بتحكي. لقوس؟ ايوه معلم. حكى. ايه بس بقصد انا حمار مو بني ادم حماق. يعني له اربع رجلين ودناب؟ نعم. وبيحكي؟ نعم. ومثل اللقص وغيره؟ هو احسن من اللقص. ومثلي ومثلك؟ نعم. ابو الغور تشرب لك فنجان قهوه ساده الصحي لمخك؟ مو جاي على بالي القهوه هلا. لو كان شو رايك تغسلي وشك وتبورد وبعدين منكمل الموضوع. شفت قلت لك انه ما حتصدقني. يعني الواحد يفكر فيها حمار بيحكي. طيب يعني انت ليش مستغربة؟ ليش مستغرب؟ مو بيقولوا انه سيدنا سليمان عليه السلام كان يفهم على لغة الطيور؟ هي معناتها انه الحيوانات بتحكي. هداك سيدنا سليمان عليه السلام مو غوار الطوشي. اخي ابو عنتر مو الحق عليك، الحق علي انا اللي حكيت لك. بسيطة ابو الغور، لا تزعل مني، انا ما بيهون علي زعلك. يعني وان كان شغلي ما بتصدق، بس بتصدق. شو يعني؟ حمار ناطق. اجا فيلم بزمانه. حمار ناطق ما فيها شيء. شلو ما فيها شيء؟ فيها كل شيء. حمار بيحكي؟ ايه ما بتصدق، والله العظيم ما بتصدق. بس بتصدق.
احكي هالحكي من الاول لك اخي ابو عنتر، كنت كثير انا خايف انك ما تصدقني. حتى لو ما بدي صدقك ما بخلي حمار بيناتنا يوقف عثره. عفا عليك. وفي شغله ثانيه بدي اقول لك اياها، هو انه كررت انا وهذا الحمار انه نصير اصدقاء. انت وهاللي ما بيتصدق؟ ايه. تعرف ليش؟ شني ام مشعور انه ما طلع لي حظ من البني ادمين، لذلك قلت لي حالي حمار صديق احسن من صديق حمار. ابو الغور عيونه قرب لشوف لهون. شايف راسك مطعوج؟ شو اكل لك شي خبطه او طرقه شمس؟ ايه اكل ضربه شمس، شنو وقفنا حصه يعني تحت الشمس اثناء الدفن. اي هي اي هي. الله يرحمك يا ستي. خلص وقت الزياره؟ لسه 5 دقايق. خلاص فهمت عليك اخي ابو عنتر، يلا خاطرك. عود الله معك. نتلاقى بعيد الصداقة الجاي. من هون بحيي اسمي، خلصت زيارتي. Thank you. عظم الله أجركم. شكر الله وسعيكم. عظم الله أجركم. شكر الله وسعيكم. عظم الله أجركم. شكر الله وسعيكم. 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 عظم الله أجركم. شكر الله وسعيكم. زملائي المحابيس، نبدأ حفلنا التأبيني هذا بكلمة زملائي حفيد الفقيدة يلقيها عليكم الزميل زبيد الصخري، فليتفضل. لا وألف لا، إنها ليست مناسبة أليمة، بل إنها مناسبة الألم، إنها ألم المناسبة، إنها مناسبة للحزن، بل إنها الحزن للمناسبة. لماذا؟ لأن الفقيدة ليست تيتته وحده، بل إنها تيتتنا جميعا، إنها تيتة الحكم الذاتي. نحن كلنا على خطأ. لماذا؟ لأننا نتمنى حياة باقية. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. والسلام. مرثية لشاعر القاووش الزميل لؤوز الأول، فليتفضل. أبا عنتر تقبل منا العزاء، فالأرض أرض والسماء سماء، أين تيتتك؟ أين منها الخنساء؟ أين منها خولة ومدام كوري والزباء؟ رحلت رحلت فهذه الدنيا قاووش فناء. أبشري أبشري. شو
شو اسم المرحومة؟ مهتاب. شو؟ مهتاب. أبشري مهتاب. لك أبي انكسر البيت، ما إلها اسم تاني؟ أم عزيز. أم عزيز. أم عزيز. ها؟ أبشري أم عزيز لك الخلد ولله البقاء. كلمة آل الفقيدة يلقيها عليكم حفيد الفقيدة، فليتفضل. بوركتم بوركتم يا زملائي، بورك صمودكم في هذا القاوش. إننا لن نرضخ للاستعمار، لذلك يجب علينا أن تبقى عيوننا مفتحة بل مفنجرة على منعطفات التاريخ وتاريخ المنعطفات. إنهم يزرعون العقبات في طريقنا كما يزرعون الطرق في عقباتنا، ولكننا ساهرون. والسلام. اللهم تغمد الفقيدة برحمتك. آمين. اللهم إن فعلت خيرا فاجزها خيرا. آمين. وإن فعلت شرا فسامحها وسامحنا. آمين. وعلى روحها وروح من سبقنا من المؤمنين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لك طول بالك معلم، طول بالك، قلنا على الطريق. لك انا ما عم ابكي على ستي،